اهلا وسهلا بالنوابره ديالي امضرة. توحشوني شويه، انا توحشكم بزاف بزاف بزاف، ولكن شدني واحد مولاتي العكز باش نهز عاوتاني الكاميرا ونبدا عاوتاني كنصور. عرفتي فاش كتكثري في الراحه، الراحه كتولف. تقريبا دابا نقول لكم 10 ايام ما صورتش، ما هزيتش زعما درت جيت الكاميرا وداكشي، فصراحه ارتحيت الحمد لله. وعاوتاني باش نبداو عاوتاني هاد السنه الجديده بحال واحد النفس زوين، بحال كما نقولوا بحال الطاقه اللي تكون ان شاء الله زوينه، وان شاء الله بالخير والرزق. شوفوا لي عاوتاني البياض البياض البياض. عرفتي هاد الايامات هادي غرقنا وسط الثلج لدرجه منين ضحك الثلج كثير زاد عكزني، فبقيت غالبيه نقدر نقول لكم هاد اصلا راكم عارفين احنا كونفينمو، ففي الغالب نقدر نقول لكم هاد مده 10 ايام كامله خرجت يمكن شي جوج مرات، شي جوج مرات مشينا خرجنا الدراري يلعبوا هكا في الثلج في واحد البلاصه، ودزت قديت للدار صافي. يعني الايامات كلها نعاس حتى الطياف زعما قليله كان اللي كندير شي حاجه فيها شي مجهود كبير، والفراجة عرفتي كاع داكشي اللي شحال ما تفرجتوش خرجتو هاد الايامات هادي. المهم الحمد لله ارتحيت باش نرجع لكم عاوتاني بالنشاط والحماس كما عاودتكم. ايوا مضره قولي بعدا واش توحشوني الا نمشي نرجع بحالي. انا عارفاكم توحشوني، وبزاف منكم كانوا كيسولوا فيا دائما، هذا ما كانش كيمنع. كندخل كنشوف مره مره تعاليق جداد، كنشوف ميساجاتكم ايميلاتكم اللي كلها حب، كلشي كيقول لي انتصار وعيقتي انتصار طولتي، باني باني نشوفك راه توحشناك. المهم شوفوا لي انتم تشوفوني، شوفوني دابا وسط البياض عتي تبارك الله ما شاء الله شحال الثلج. بغيت نوريكم دابا انا كنتمشى، شوفوا فين رجلي شحال كتغرق عتي فريمون الثلج 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 طاح ديال بصح. دابا انا يلاه لقيتوني بديت كنوجد عاوتاني رجعنا للحداقه، يلاه نط بديت قديت البريوش رديته خمر صافي خشيته في الفران عتي دابا طالعه كنصور عتي دوك الكواليس خفت نضرب عاوتاني بشي زلقه، سورتو الدروج كيجمد فيهم هذاك الثلج وكيوليو كي كتجليسي يعني طالعه هكا شاده هذا دقه دقه عليا لصدق راجعه باللور الله يحفظ. المهم قلت لكم ان شاء الله يلا رديت البريوج ديالي وقلت صافي نخرج ندير للبنات مقدمه واحد شويه، شوفوا لنا الاجواء كيفاش دايره، شوفوا كيفاش دايره الدنيا تبارك الله اللي عزيز عليهم الثلج. جيو عندنا مرحبا بكم، الله نصيفط لكم خنيشه خنيشه لوحده. المهم ندخل عرفتي راه كرمت بالبرد، دخلوا نكملوا الفيديو من الداخل البركه بارك الله يجعل البركه ياك تسارينا شويه. عرفتي عندي واحد مولاتي الزهر ملي عاودت ليكم كنت عطلت دقيقه وحده على برا كنت غادي نجي ما غادي نشد فيهم والو غادي تشوطوا، سكتوا عندي الفران من الفوق عرفتي سخون 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 بزاف. شوف راه ديجا ماشي تحمروا تحمروا فاتوا عليه، ولكن المهم الحمد لله غير ملي نعتقتهم عرفتي كنت تحرقوا ليا كنت ما غادي تسرط ليا اليوم الفطور مشى ليا هكاك. المهم هاد الكريسات هادو اليوم لي سبيسيال فيهم عرفتي باقيين سخانين ما كون نحلهم كيشوطو متقدرش تهزيهم. المهم عرفتي صيفتهم اليوم بالنخاله، المهم غادي نغامر وغادي نحل وحده فيهم عرفتي راه باقيين. شوفوا 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 ليا الدخاخن، شوفوا ليا عرفتهم دابا باش صيفتهم، صيفتهم بدقيق القمح الكامل حتى ما كنقدرش نشدهم، صيفتهم بدقيق القمح الكامل يعني الدقيق اللي بالنخاله ديالو. قلت اليوم ان شاء الله اول مره صراحه غادي نجرب الطريقه، قلت بلاص ما غادي ندير الدقيق البيض نديرهم شويه صحيين. فالمهم صيفط القريشه الدقيق القمح الكامل درت معاهم خلاص زنجلان نافع المزهر كيجيو غزالين بلا بيض بلا حتى شي حاجه والزبده. المهم كيشوف تبارك الله كيفاش جاوا على مزويناتهم وخفافين. المهم غادي ندوز دابا ان شاء الله نديرهم هكا في الطبيقه البلديه. انا الكريسات كيعجبني نصيب الكريسات نقادهم بتواولهم يعني يكون هكا طبيقه البريري تاتاي. شوفوا عاوتاني اليوم ان شاء الله غادي نصايب واحد حبره تاتاي سبيسيال. المهم هات درت فيه حبوب تاتاي، درت فيه حبوب اتاي ديال الزعتر مع ديال الفليو مع ديال واحد كيتسمى بحال الورد الورد البيض. المهم خلطت هكا كداك الخلطه ديالي العجيبه وغادي نشد هنايا الشيبه. راكم ما تعرفوا الطريقه كتشدوها كنديروها هكا في شويه الماء مغلي باش بحال كنهرسوا داك الجهوديه ديال المجهود ديالها المجهود ديالها الجهوديه زعما الجهد ديالها كنكسروا شويه داك الجهد ديالها كنديروا هكا واحد جوج دقائق ولا هذا. وفي هذا الميكس هذا غادي نزيدوا يا لاله تعريشه النعناع. وما بيني وبينكم هذه الطريقه راه منقوله الطريقه ديال ابراهيم، هو اللي كان ما بغاش يوريها ليا واحد يومين كنصيد منه هو اتاي حيت كيطلع داك اتاي كنقول ليه شنو درتي كيقول لي يدي. بقيت حتى واحد النهار وندخلت خليته حتى كيصيبو وندخل لي على غفله ولقيتو كيدير هاد الخلطه هادي قلت ليه حياني عليك تتفك البوندي مع راسك. قلت لي صافي غادي نقول الطريقه وغادي نشاركها مع البنات. والبريري ديالنا ها هو صباح واجد، المهم شوفوا لي الصوينيه مقاده عاوتاني الكويسات البلديين
هنايا خلاص دابا غير اون فوا كانت فعلا براد عاد كنحيد هذيك الشيبه كما قلت لكم كتكون حيدات هذيك سميتو المجهوديه كنتي صافي سكتي هاد النهار باين فيك شحال هادي ما صورتي لسانك تزاقل مجهوديه جوهي المهم خليتي شي حتى ما قلتوش هنايا لالا واحد مولاتي البراد بالطريقه المشهوره ديال ستي الحاجه وستي الحاج رجا حاضر ناضر السلام عليكم كيدايرين كبرتو علينا شي تواصل شحال تاع التعاليق والله العظيم توحشنا كانوا معولين عليك قال لك فاش تشد الكونجي غادي تصور لي وديك الساعه عطينا باش نسيرتي فيو بعد هاد الكزيلتين ترى عرفتي فاش كيتفوق المعلم على الاستاذ هي اللي غتوقع لك في البراد صراحه لما فرمتي كاستاذ ديال هادشي ديال العلوم ديال الاتيات كنشجعك وكنقدرك وكنقول لك تبارك الله 9 ونص على 10 الله يعطيك الصحه جاي هذيك واخا شفرتي لهاد الطريقه بلا الموافقه ديالي المهم خلاص الكريسات راه وريتهم لكم كيجيو غزالين كيفاش شفتو ومحمرين رشبون 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 دابا دابا صافي وهنايا قديت خلاص البلاطو العجيب ديالي شويه العسل واملو زويتينات خلاص انا عرفتي باش كيعجبني انايا هذا الزبده هذا عندك الثلاثي الزبده بالديه والعسل واه ولا حتى انت دير صراحه الكونفيتير الكونفيتير كيجي زوين لا انا العسل الكونفيتير البركه انت كدير كدير السيد اللي قالت كدير له الاشهار شحال من محلي علاش كدير الاشهار لا بورفا الله يعطيك الصحه طلعتي زوين لا شربنا داك مولاتي كويس اتاي المهم انا بعدي طمت اكثر من نص البراد المهم دابا قلت غادي نخرج انا والدراري صراحه شحال هادي وانا واعده وكنقول لهم غادي نخرجوا نصايبوا سنومان سنومان المهم ها هما هابطين شوفوا المهم لقيت حتى ولاد جيراننا حتى هما خارجين حتى هما للجرده ديالهم المهم بلاتي ركز لي عاوتاني في الدروش حتى الجميمه اللعب المهم غادي ندوزوا ان شاء الله شنو طاحت ماشي مشكله هزيها المهم غادي ندوز نصايبو رجل الثلج غادي ندوز فين نصايبو اليزا هنا ولا لهي هنا 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 زوين يلا زيدو نصايبو يلا الاستعدادات راه اليزا هزه خيزو هزه الزيتون هزه ديك البلاصه ان شاء الله باش غادي نقادو انايا دبرت على هذوك العويدات اللي باش غادي نقادو اليدين مشيت طيرتهم عند واحد الفاز حطيتي في الدار ودابا ضروري الاستعدادات اللي قاس ضروري منهم عترا لمشو تي يديك قاسو لك الثلج عرفتي راه كتكونجلاي كتحسي براسك بحال داخله لشي فريكو هو بيني وبينكم كاين البرد يعني ماشي زعما غير الثلج كيكون حتى البرد المهم كما تشوفوا هنايا زعما داكشي ولا قادو بيه ويا بسم الله معهم رجل الثلج شوفوا لي هذا رجل الثلج لحد الان ما بغاش يصدق ما عرفت راسه من رجلي منين دي من رجلي ما معروفش مسكين لي الاصل من الفصل ولكن الواعره غليظ رجل الثلج دار العالم كامل جا هاد المغاربه وما يغلطوا المهم شوفوا ما صراحه ما عرفتش علاش ما بغاش يصدق ليا يمكن ما عنديش تجارب كثيره فيه ولكن الدراري زعما اللي خارجين ندير معاهم قال لك مزيان شوفوا خلاوني قال لي صافي كمليتي ومشاو هما كيلعبوا كيتزلقوا كنقزوا واخا ديك الزليقه كلها عامره بالثلج المهم هما عندهم غارات
ابراهيم مسكين خدام شاد البيسي كيطلع علينا من الشرجم مع بدا الخدمه ديجا كان حيت هو كان جلس غي تقريبا شي 8 ايام ومع 9 ايام كانوا مع نوال وعطله تاع راس السنه صافي ورجع نهار الاثنين رجع للخدمه المهم مسكين راه باقي ما رجعش لذاك الروتين تاع الخدمه ولافته والراحه وهكا كنفرحوا الوليدات ان شاء الله نحاول نصايب لهم هذا نضربوا لهم حتى صورات نخليهم يلعبوا شويه خصوصا انهم حتى هما يعني كل شيء حجر صحي حتى الوليدات ما عندهمش المدرسه تقريبا حتى لون جونفي عاد قال لك غادي يقدروا يسالي مي غدا ان شاء الله غادي عاوتاني يكون القرار جديد واش فريمون غادي يرجعوا لون جونفي وغادي يسالي اما قال لك راه ربما تقدر يعلنوا حاله طوارئ عرفتي نمشيو يعلنوا حاله طوارئ غادي يكملوا لنا داكشي اللي باقي لينا مي كما كنقولوا ان شاء الله هاد السنه هادي كنتفائلوا فيها خير خليونا دابا ندوزو نرجعوا للجمودي كثيره ها هو رجل التاجي وكيجيتكم كاينه ولا ما كايناش وي مع انتم وزاز ومفركس وضرب عندنا الطاقيه ديال السيكبور وليدي داس المهم صراحه جا زوين صراحه عجبني راسي وفرحت براسي في هذه اللحظه هذه حسيت براسي حققت شي انجاز المهم نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم ويعجب حتى وليداتي ان شاء الله تما نعيط لهم ونجي نضرب لهم حتى صورات راه بدا كيشدو من البرد المهم كانت هذه هي النتيجة النهائية المهم حسيت براسي ترينيت وكرمت في نفس الوقت عرفتي رجلي دابا ما نعاودش لكم كيفاش دايرين المهم غادي نصورها ان شاء الله ندخل الدار ارتاح لي واحد شوية وانا معاكم زوينات ديالي نعاودو عاوتاني هنايا نسلت عاوتاني واحد شوية لتحت المهم تشوفوا اختكم انتصار هزت كاميرتها وهربت لتحت عرفوا ان شاء الله غادي نبارطاجي معاكم شي حاجة خصوصا البنات قالوا لي انتصار فيديوهات الاخرى راه درتي معنا الفالطه شحال حنا كنتسناو الحوايج اللي كنتي كتلبسي تبارطاجيو معنا صراحه كنت شويه مضغوطه في ديسمبر بيني وبينكم ولكن دابا ان شاء الله ارتحيت ما كاين غير بارطاج المساريه والحداقه وكل شيء ان شاء الله المهم غادي نبدا لكم بالحويجات اللي لابسه المهم حويجات زعما اللي لابسه ماريو زعما التريكو ديال اللي لابسه ان شاء الله غادي نشارك معكم وحدين اخرين المهم هادو ملابس تركيه ماشي من موقع شين هادو واحد جوج بنات اللي هنايا كاينين في كندا اللي داروا يد في يد وبداو مشروعهم هكا صغير ونتمنى لهم ان شاء الله النجاح يا ربي اللي بغاو يتعاملوا معايا وقال لي ان شاء الله نصيفط لك هكا موديلات شاركوا مع البنات اللي عجبهم معليش لي كوموندو من عندنا المهم انايا صراحه عزيز عليا كما نقول نشجع المقاولات الصغرى حتى انايا كنعتبر راسي مقاوله صغيره واكيد راه كنبغيو التشجيع من الناس خصوصا ملي كتكون الجوده والتقار هذيك هي اهم حاجه وجديد دائما كيبغي المشاريع راه كتبغي الجديد المهم انا غادي نشارك معكم ان شاء الله هكا البنات اللي في كندا اللي كيبغيو هكا حويجات طوال كيعجبهم ستيلات تركيه بنات اللي في امريكا حتى هما ربما راه كيصيفطوا حتى امريكا وتا اوروبا المهم غادي نشارك معكم تريكو اللي لابسه انا اليوم شوفوا لي بعد عاوتاني هاد السيله داك قولي كيفاش جاني تشوفوا كتجي فيه هنا واحد الباندا وهنايا التوب ديالو غزال فريمون غزال ودافي هاديك التريكو اللي كتلبسي ما تسخيش تحيدي وزوين وطويل هكا كيجي بالسنطه ديالو ولا تقدروا هكا تحيدوها كاع يعني راه كتجيها مشدوده هنايا تقدروا تحيدوها المهم هذا هو التريكو الاول اللي توصلت بهم من عندهم وكاين هذا الموديل الثاني المهم بالنسبه لاباج ديالهم اللي هي رويا المهم ما عرفتش واش مقلوبه هي هذه المهم هما عندهم حاليا باج في انستغرام الا بغيتوا تواصلوا معاهم كاين هذا الموديل الثاني كما تشوفوا كيجيو فيه هاد الكتيفات هكا بافي كيجيو طالعين وكتجي فيه هنايا بحال واحد الباندا هذه راه لاصقه كما تشوفوا ومخدومين صراحه زوينين راكم عارفين الموديلات التركيه كيكون صراحه عندهم داكشي غزال ومن الداخل شوفوا لي التوب كيفاش داير هانتوما داك التوب لي سخيخن ديال هاد الوقيته هادي وكيجي هكا طويل المهم نحطو عليا راه يبان لكم قداش كيجي طويل بالنسبه لي طاي لي كومونديت من عندهم انايا كلهم الام والكميمات هانتوما تشوفوا التوب ديالهم زويون وداكشي غزال المهم هادي بالنسبه لسميتو كاين عاوتاني اول مره غادي نشجع ناخذ شي ستيل بحال هكا انا راه قليل فاش كنلبس شي حاجه كلاس هكا ولكن ملي شفتها لي عجبتني هادي كتجي دو بياس المهم عندهم موديلات زويونين فيهم غادي نلبسها لكم تشوفوها
وقول لي كيف جاتكم. دابا هذه كيجي داك الموديل اللي مفتوح اللي تقدري تلبسي نيت هكا مع تريكو غري نيت بحال هذا ولا نواغ الا بغيتي تهرسيها كتجي فيها هاد البوند هذه وكيجي معها السريويل ديالها يا لالا. المهم شوفوا لي السروال انا نوريكم السروال اكثر حاجه عجبتني فيه هي هاد البوند هذه وهاد لاستيك هذا لانكم عارفوا نورمالمون بحال هاد السروال كتلقاي مشكله بعض المرات باش يتسدوا لك ولا تزاديتي ولا نقصتي فهذه جات فيها هاد لاستيك يعني كتقدر يعني كيتجبد وفيها هاد السنيسله هذه هنايا اللي في الجنب وكما تشوفوا اللوين جات هو بوردو ونواغ وغري يعني بحال هذه راه تقدري كما قلت لكم لبسه تكسريها سواء بالغري سواء بالنواغ يعني في التريكو. المهم قولوا لي رايكم كيفاش جاني هاد الستيل هذا. المهم الواحد مره يبدل ستيلو ما فيها باس. راه دابا بزاف راه كنلقاو بزاف الالوان كيجيو معانا وبزاف الستيلات كيجيو معانا وقليل يعني اللي كما نقولوا كيتجرا وكيبدل ستيلو ماشي غير في اللبس حتى في اللوك يعني شعرك لون شعرك كاين اللي معمر ما تقدر تصبغ شعرها تقول لك لا الا صبغت ما يجينيش ولكن ربما كون صبغتو يجيها شنو هذا الله يسخ فيا. المهم غادي نرجعوا نشارك معكم هاد التريكو هذا لي نواغ. المهم هذا راه فيه الصنطه ديالو هبطات. المهم هذا كتجي فيه هاد الصنطه هادي وكيجي حتى هو هكا نواغ سامبل كيجيو هكا حتى هو الكميمات فيه هكا بافي وتا هو نفس الثوب تاع داك الكري حتى هو كيجي هكا ثوب لي سخيخن وكيجي حتى هو طويل. المهم هانتوما كيجي الطول ديالو طويل هذا النواغ. واخر لبسه واللي هي سورفيت راه عارفين انتصار ميمكنش تزاكل مع لي سورفيت دخلت لي شي حاجه لعيني. المهم هانتوما هاد السورفيت هادي حتى هي كتجي هكا طويله كميمات هادي توبه شويه بارد يعني ماشي داك الثوب لي سخون هادي ان شاء الله تجي زوينه هكا في الربيع ولا الصيف هكا اللي عزيز عليهم سورفيتات طوال. كاين هادي كاين خلاص السريويل ديالها كيجي فيها هكا هاد البانده هادي. المهم هاد هما الحويجات اللي توصلت بهم من عند هاد الصفحه هادي ديال رويا. المهم انا كما كنقول لكم كنحاول دائما نشجع المقاولات الصغيره ان شاء الله يا ربي كنتمنى لهم النجاح. اي واحد دار شي خطوه في حياته بغات تبدل حياتها بغات تطور راسها بغات سواء ماشي غير على مستوى العمل حتى المستوى يعني ديال الدراسه ولا شي حاجه الله يوفق كاملين. وكما مره اخرى يعني كنتمنى ان شاء الله هاد السنه هذه ربي تكون حافله بالنجاح ليكم جميعا والرزاق والسعاده والصحه يا ربي واي حاجه كتمناوها. المهم لبست جاكيتي ابراهيم غير طلعت قال لي لقيتو غادي خارج لابس جاكيتو خارج قلت لي فين غادي قال لي غادي نقضي واحد الغرض قلت لي رجلي برجلك توحش نخرج واحد شويه قلت لي نيت نصور البنات شويه الدنيا كيفاش دايره. شوفوا ليا تبارك الله شحال تاع الثلوجات عشي راه دابا وليت خايفه من هذيك الزلقه اللي كنضربت في الفيديو البنات شبعوا عليا ضحك عليها قال لي عتي راه انتي صرا اسمعي لينا ولك راه شبع على ضحك على ديك الزلقه اللي درتي ديك النهار. قلت لهم واضحكم ماشي مشكل جات بعدا فيكم نتوما هذوك الكواليس راه عالم والله العظيم الا عالم صافي. سي الحاج اللصقه جات رجلي برجلك اللصقوا فين مشيو معاه لاكول سبيسيال شنو لاكول سبيسيال لاكول سبيسيال راه داك السبيسيال هادي. المهم هو غادي حنا لاص خايفين مالناش خاسرين نجلسوا في الدار نخرجوا معاه شويه مالنا. ميرسي. المهم ابراهيم كيف العاده ما يمكنش يتزاقل مع القهوه ديالو اوبليجي المزايد الرسمي ديالو خاصو يدير هوا في راسكم يلا شرب وحده قبيله هادي الثاني شحال دابا انت خاصك في الطوطال في النهار تقريبا شي ثلاثة وبعض المرات الى زعما سرح زعما ما زيرتيش معاه حضيتي معاه يقدر يدخل في 4-5 الكيسان في النهار سيغتو الا لقى شي ونيس هو عزيز عليه القهوه. القهوه راه كتهبط انت صار سميتو كتنقص الوزن في راسك القهوه كتنزل يا وما شفنا عليك والو واش تشوف ما شفناش عليك تنقص الوزن شفنا مضاعفه الوزن ايوا بسبب هذوك القرص اللي كتبقاي تعطينا هو واش فين خويا عمري سبت القرص هذيك اكثر من شهر ما صيبتش شي قرص شي واحد مسخرك عطاك ميسيون في 2020 يقول لي والله ما ينقص الكرش غير تنقص 5 غرام نحي لي واحد 4 القرصات زيدي واحد 250 غرام الصباح في راسكم زعما قال لك كلا قرصه وحده ما فاتهاش ما فاتش ولكن ضربتي الشوفان قبل منا الشوفان اه لا المهم حاطه بوجه. المهم غادي نقلب لكم كاميرا نصور لكم شويه الاجواء ديال التلج البنات اللي عزيز عليهم التلج والجو ديالو ان شاء الله نصور لكم شويه الدنيا كيفاش دايره. نخليكم معنا نخليو مسكين ابراهيم ما يبقوش حاضرنا نخليو يشرب قهوته كاع هو الهزه حطها هنا بغات كاع مابقاش دزه صافي صافي نحبس الكاميرا نخليك تشرب قهوه
اهم حاجه ابراهيم غادي يقضي الغرض ديالو، حنا خاشين نمنا معاه. المهم تابعينا تابعينا، واخا نمشيو نخرجوا من بعدا شفنا غير الطريق، بعدا شفنا الدنيا وداكشي. مع شحال هذه ما خرجتش، وكما قلت لكم اصلا الظروف ما معاوناش على الخروج، مع المحلات وداكشي كلشي سادين غير لي سوبر مارشي، ولا مثلا هكا شي حاجه اللي فريمون ايسونسييل هي اللي حاله. وقول لي نتوما كي دايره الاجواء خصوصا مع البرد؟ انا عارفه عرفتي اللي هضرت معاهم في المغرب كيقول لي انت صار راه كنموتوا بالبرد. عرفتي شنو هو دابا؟ واخا عندنا حنا التاج وهاد البرد هذا وناقص 10 وناقص 15 وهذا، مي راه كوميم راه ما كنحسوش به قاصح فريمون الا الا خرجنا تمشينا، لان المدارس سخان، المحلات سخان، الخدامي سخان، الدار سخونه، الطوموبيل سخونه، يعني ما كنحسوش يعني الا كما قلت لكم الا تمشينا. ماشي بحال المغرب كلشي كلشي بارد، الدار بارده، فين ما مشيتي غادي تلقاي البرد. ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله. قالوا لي هذا العام دايز قاصح فريمون قاصح، خصوصا يمكن هاد اليومين هذا كاين الشتا كثيره. ان شاء الله يا ربي دوز الشتا بغير فيضانات، راكم عارفين في المغرب كيفوت مقدار الشتا كتفاد الدنيا. ان شاء الله دوز مزيان هاد الشتوى هادي وتراجع بالنفع. المهم دابا غادي نرجع كما شفتوا الاجواء الشتويه وداك الشيء والثلجيه، كتبغي داك الشيء سخون. غادي ندوز ان شاء الله هنا ديجا بديت كنقاد داك الشيء اللي غادي نقاد به العشاء. خديت الطويجين ديالي درت فيه واحد البصيله كبيره اللي شلطتها هنايا، كنت الكفته خرجتها ديجا الصباح تلقات، درت فيها العطريه. راكم عارفين العطريه ديال الكفته، الثومه، الملحه، البزار، التحميره، الكمون، السكينجبير وداك الشيء، البزار البزار المهم انا البزار بقيت كنعاود فيه. وهنايا الثومه هادي غادي ندير عليه واحد لاصوص، حيت هنا ديجا درت الثومه وخلاص. ان شاء الله هنا راه غادي نرافقها بحد السلطه خضراء. غادي ندوز اول حاجه نحيد عليا الطويجين، غادي ندوز ندير هنايا عليه الزويته البلديه صافي، وغادي نحك عليه شويه الثومه والمليحه والبزار، نديرهم شويه تشحروا. بعد ما كنخلي ديك البصيله كتحمر مزيان مع كما قلت لكم مع الثومه، كنزيد شويه ديال المعيدنوس ولا قزبر ولا تخلطهم بجوج. زدت هنايا صوص طوماط كما قلت لكم. دابا ان شاء الله هنايا ديجا الكفته راه وجدتها، درت هكا كويره، تقدروا ديروا كفته اللحم، كفته الدجاج، اللي عندكم. المهم اهم حاجه هي ديك العطريه كتجي هكا، كتجي منسمه بها صافي. وبعد مرات هكا كنديرها حتى بالخلطات هكا، عطريه مثلا ديال التركيين ولا هكا عطريه المكسيكيين، مره مره كنضيفوا اللمسه اللمسه الخارجيه للطاجين المغربي صافي. وكنديروا هكا شويه ديال الربيع من الفوق، وكنزيد هنايا شويه هكا خلطه الاعشاب. هذه كتكون فيها بحال هذيك القزبر، ماشي القزبر زعما، الاعشاب منسمه بحال الازير، زعتر، داكشي كندير هكا واحد الرشيشه وما كنبقاش نحرك، يعني كناخذ الطاجين ديالي كنسد عليه. ندوز دابا ان شاء الله نصايب شليضه هكا خضراء اللي كتكون صحيه وهكا فيها خضيره متنوعه. وبزاف دابا في ايامات البرد كيبداو يتفاداو شلايض، لا هذا غلط ديرو، واخا ديرو دوك الشليضات الدافيين ولا دوك المقبلات تاع زعلوك تكتوكه، راكم عارفين هكا خضيره مقطعه مصوطيه ولا شي حاجه. المهم حاولوا ما تنساوش هكا الشليضات. المهم انا غادي ندير هذه ديال الخس، درت هنايا ورقه الخس، عندي هنايا واحد شويه الخيار هكا اللي داير، حيت ليه نص القشره ديالو، واحد الربيطه هكا ديال المعيدنوس والحامض، هنا واحد لافوكا وخلاص مطيشه. غادي ندوز نقطعهم هكا شويه كبارين يعني ماشي صغار، ولا بعض المرات راه كنشلضهم هكا رقاقين كنقدر نزيد معاهم حتى الفلفله ولا مثلا الكورنيشون، الزيتون، لي زيبينا، المهم كما نقولوا مره مره كنوعوا ليهم باش ما يملوش. الشوا ديالي ها هي صبحت جاهزه. المهم بالنسبه للشليضه درت عليها الزيت البلديه، المليحه، البزار، الحامض، وخلاص المعيدنوس اللي قرطتو، وديك لافوكا هكا دورتها من تما. تخيلوا معايا هاد الشليضه هادي نقدر نقول لكم نقدر ناكلها في الصباح والعشيه ما نشبعش منها كتعجبني هادي من بين السلطات المفضله. وهنا خلاص الطويجين خلينا طابع المهل، كما تشوفوا ديك المريقه كتجي لحد في القد وكتجي عاقده، ومن بين الطويجنات يعني اللي ساهلين. وها نتوما الكزره بدا كيدخل اختكم انتصار، بشحال هادي معجنه الخبز الدار. المهم كان عندي الباريزيان سخنتو تما، دابا خاصني نجمع الوقفه ونرجع عاوتاني للحليوات. الحلوه ما بقاتش عندي، حليوات والكيكات وداكشي ان شاء الله راه غادي نحاول دائما نصور معاكم الجديد والسهل والاقتصادي. وبهذا ما بقى لي الا نخليكم هنايا، نتمنى ان شاء الله تكون دوزتوا معايا وقيته زوينه خفيفه ظريفه مثلجه ومجمده بهاد الاجواء هادي اللي عندنا، خصوصا البنات اللي كيعجبهم هذا الجو هذا، راه حاولت نصور لكم باش تحسوا براسكم راه نتوما معايا واكيد راه كنضرب لكم موعد كيف العاده في فيديوهات روتينات وشي حوايج جديده. رجعوا عاوتاني للحماس والنشاط كما عاودتكم، ان شاء الله نحاول ما نبقاش نغيب، دائما نكون معاكم كما حاضره ناضره. يلا تهلاو في راسكم، بوسه كبيره لكم، امسيه طيبه، باي باي.